نمشي لكي ننشط الدورة الدموية ونمنع التجلطات وخصوصا تجلطات الساقين. نمشي لكي نساعد عضلة القلب على الارتخاء والارتياح، لأن بننشط مضخات إضافية بعضلات السمانة لمساعدة عضلة القلب. نمشي لنخفف الضغط النفسي وارتفاع الكورتيزول ونشعر بالأدرينالين والنشاط بعد عملية المشي والراحة. نمشي لنحرك كل عضلات العمود الفقري كاملة وفقرات العمود الفقري في حال مشينا وإحنا رافعين أكتافنا، فهذا أحسن تمرين لأي آلام موجودة في الظهر اللي هي المشي. بنمشي عشان نحرك شوية سكر من السكر المتواجد عندنا في جسمنا على شكل طاقة، والحرك هذا بيكون عن طريق زيادة الجهد البدني لما نمشي، زيادة سرعة القلب، سرعة التنفس، وبنفس الوقت انقباضات قوية في عضلات السمانة والسوليوس ماسل، عضلات الساقين اللي هم بيحركوا السكر أكثر شيء. بنمشي عشان نفرغ الطاقة الزائدة اللي موجودة في جسمنا، الطاقة كسعرات حرارية والطاقة كذبذبات عصبية دماغية. تفريغ هذه الذبذبات بيكون عن طريق الرجلين وبفعل جاذبية الأرض لما نمشي. في حال كان عندنا زيادة نشاط في عمل الخلايا العصبية، هنا بنحكي عن زيادة كهرباء الدماغ، واللي بده يفرغ هذه الكهرباء الزائدة اللي هو المشي. بنمشي عشان نمنع الالتهابات والتضيق اللي في الأوردة والدوالي، يعني هالدوالي والأوردة تتنشط مع عملية المشي وانقباض عضلات الرجلين بشكل جيد. بنمشي على أساس ما يكون في عنا انتفاخات في الرجلين وتجمع مياه زائدة، وهذا الانتفاخ بسبب كل التروية الدموية وبسبب انه ما في عنا نشاط في هذه الشرايين والأوردة والجهاز اللمفاوي اللي يطرد هذه السوائل. عشان هيك بنمشي المشي مضخات للجهاز اللمفاوي لللمف، ومضخات للجهاز الدوري وهذا بيسرع من وصول الأكسجين للرجلين وإخراج ثاني أكسيد الكربون والسموم من الرجلين. بنمشي عشان قلبنا، لأنه المشي بقوي عضلات القلب وبيمنع التجلطات. بنمشي عشان نتنفس هواء نقي في حال مشينا في منطقة فيها أشجار، وهذا بيساعد الجهاز التنفسي عندنا على زيادة سعة الرئة من ناحية سعة وزيادة كمية الأكسجين اللي بدنا ندخله، فهي تمارين تنفسية لما نمشي. والكثير الكثير الكثير عن فوائد المشي كهواية. المشي بنشط الذاكرة، بنشط التركيز. كثير ناس ما بيعرفوا يحفظوا أو يركزوا سواء على التلفون أو بدهم يفكروا تفكير عميق، لازم يكونوا يمشوا ويتحركوا. تقوية الدماغ والجهاز العصبي، تقوية الأعصاب، تقوية الأوردة للشرايين. المشي المشي المشي. تحياتي.